يعني بظل الظروف الطارئة يا رشا وكارثة الزلزال على سوريا، كان في جهود كبيرة ومستمرة لجميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية اللي أثبتت نفسها بهذا الوقت لتلبية الاحتياجات والمتطلبات لكل الأشخاص اللي تضرروا من هذا الزلزال بكافة المحافظات السورية. رشا، أكيد تعودنا خلال الحرب هايدي انه نحن نشوف هدول الجمعيات متواجدين على الارض، وشفناهم بجائحه كورونا، ومنها جمعيه ساعد اللي كانت خلال 12 سنه هي موجوده، ان كان بمطبخ ساعد، ان كان بدفانه محبتنا، ان كان بالاسطوانات الاكسجين خلال جائحة كورونا، ولليوم ساعد موجودة. بأول صباح بالاثنين الماضي كانت موجودة مثل غيرها من الفرق التطوعية والمؤسسات الخيرية، وراحت بدون تنسيق وبدون ما يكون في أي تخطيط سابق للمحافظات السورية لتكون جنب أهالينا. اليوم نحكي عن أهمية التطوع وكيف اليوم عم تقدم الفرق التطوعية الخير والمساعدة لأهالينا. حيكون ضيفتنا لليوم نور إحسان حيدر، متطوعة ضمن الفريق الإعلامي في جمعية ساعد. يسعد صباحك نور وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. صباح الخير نور. يعني من بدأ الكارثة الإنسانية على سوريا نور، خبرينا كيف كانت آلية التوجه لجمعيتكم. نحن جمعية ساعد، جمعية تنموية إغاثية. نحن من لما بلشت الجمعية ب 2013 كنا دائما نستجيب لأي إغاثة ضمن طرف فترة الحرب، الأزمات اللي تعرضنا لها. نحن هيدي السادس استجابة لنا، فعنا خبرة بالأمور الطارئة، العمل الميداني بهيدا الظروف الطارئة عنا خبرة فيه على أرض الواقع. والحمد لله نحن مجرد ما أنه عرفنا بالزلزال تمت الاستجابة بالسرعة، طبعا بالتعاون مع الجمعيات دمشق باتحاد الجمعيات. وهون النقطة نور، أنه نحن خلال سنوات الحرب نحن نعرف أنه اليوم في عنا شهداء، في عنا أهالي شهداء، في عنا جرحى بالجيش. اليوم نحن عنا داتا عم نمشي عليها، ولكن اللي صار بشكل مفاجئ، يعني طبعا غير محسوب ومن المتوقع. كان في استجابة سريعة، ما كان في تحضير القصة، وهي اللي بجوز اليوم عملت فوضى ببعض النواحي، أنه ما في تحضير وما في اليوم نحن خطة كيف بدنا نمشي. كيف بلشتوا؟ هلا عمليا نحن اول شيء بعد ما تم الاجتماع مع الجمعيات باتحاد الجمعيات، صار في اجتماع بين الجمعيات، صار اجتماع وقرروا انه يطلقوا الاستجابه. فكل جمعيه شو عندها مواد صارت انه توجهها نحو مستودع اتحاد الجمعيات، وين في مناطق او بالمقرات اللي لها. نحن كجمعية ساعد كمان كنا من ضمن هدول الجمعيات. نحن اطلقنا ثلاث قوافل باتجاه ثلاث محافظات اللي هي اللاذقية، عفوا جبلة وحلب وحما. كانت الاستجابة سريعة، يعني المواد اللي كانت موجودة فورا تم تنسيقها وإرسالها للمستودع. المستودع اتحاد الجمعيات بدوره هو كان يرسل قوافل للمناطق اللي منكوبه وبحاجه هيدا المواد. بدايه اكيد ما كان عندنا فكره عن المتضررين، حجم التضرر. فوقت اللي توجه الاستاذ عصام رئيس مجلس الاداره، اللي تحياتنا اكيد للاستاذ عصام حبال ولكل فريق جمعيه ساعد. شكرا. فوقت اللي صرنا بارض الواقع، باول شيء توجه نحو جبله، فصار عندهم فكره اكثر عن اماكن التضرر، عدد المتضررين، شو في نحن بحاجه داتا. صار في عندنا فكره يعني اشمل لنقدر يعني نوعا ما، طبعا لحد الان ما فينا نحصي عدد المتضررين لانه لسه لحد الان ما في حصيله نهائيه تماما. بعد ما توجه من جبله نحو حلب مباشره، بحكم انه هي محافظه اكبر حجم، فاكيد عدد التضرر فيها المتضررين فيها أكبر. يعني من هنيك صار في دراسه اشمل بعد ما اجتمع الاستاذ عصام مع المدراء والمحافظين وكل الاشخاص المسؤولين هناك، وقرروا يعني يشوفوا شو هو التنسيق اللازم لحتى يامنوا الاحتياجات اللازمه. تمام، يعني مشكورين كثير على جهودكم اليوم بالجمعيه. خبرينا اكثر عن طبيعه ونوع المساعدات يلي عم تقدموها اليوم، هل كان التوزيع مناسب يعني بين جميع مراكز الايواء؟ خبرينا اكثر. هلا عمليا نحن كل انواع المساعدات عم نوزعها تقريبا، يعني المواد اللي كانت موجوده تم نقلها للمستودع و
بالاضافه انه نحن دائما عم يجينا مساعدات، نحن عم من الثقه كل انواع المساعدات، يعني مثل بطانيات، حرامات، ألبسة داخلية، كل ما يخص الأطفال من حفاضات، من حليب، من يعني حتى فينا نقول في ناس تبرعت بأمور مادية ولو حتى بشيء قليل، يعني شغلات بسيطة. تمام، شغلات بسيطة، مثل كمان في ناس تبرعت بكيس رز، في ناس تبرعت بقطارميز مقدوس وزيتون حسب المتاح. تمام، وهذا الشيء كثير جميل، يعني بيكبر القلب، يعني فما في ما في شيء معين، يعني كل انواع التبرعات عم يتم استلامها، تنسيقها وارسالها لمستودع اتحاد الجمعيات. طيب نور، نحن حنكمل حديثنا معك ولكن حنروح نحن وانت وكل حدا مرافقنا لنطمن كمان اليوم عن اهالينا بحلب، وحنكون باتصال مع زميلنا وليد هنايا ولنعرف اكثر اليوم عن اوضاع حلب. يسعد صباحك يا وليد. صباح الخير لك ولهايدي ولكل مشاهدي الاخباريه. وليد، خبرنا اليوم كيف اهالينا بحلب، طمنا اكثر، خبرنا عن عمليات الانقاذ، هل مستمره لحد الان؟ بالتاكيد عمليات الانقاذ مستمره، كل المدنيه المتواجده على الارض عبر هي توزع على المواقع الجغرافيه الانتهاء بشكل كامل من بنائين فقط المشارقه، وتم احصاء هذا البناء عبر خروج 70 ضحيه و 6 على قيد الحياة. هنا أتحدث عن باقي المناطق الأخرى. طبعا بشكل عام المشهد هو بدأ يعني عند كل موقع على حدة، لم يكن هنالك يعني بقية للتسامين تحت الأنقاض، ولكن العمل هو مستمر لإزالة الأنقاض والبحث عند كل مبنى أو كل موقع على حدة، يعني بناء على شهود أبناء المنطقة أو الأهالي هنالك موجودين من قايا يتم العثور. نعم، يتم إعادة النظر في الموقع الذي عنه العثور، وبالتالي العمل على البحث ومجال التسليم، ولكن الآن يوم أمس هنالك إعادة يعني بحث في مبنى صلاح الدين قبل فريق الإنقاذ الصيني، ولم يكن هنالك اي جثمان تحت الانقاض، وبرجح ان كل المفقودين هم مجموعه الهويه المتواجدين في المشكله الحكوميه او حتى ايضا في القبابات. نعم. وليد، خلينا هيك نتوسع بشكل اكثر لليوم، خبرنا اليوم عن اهالينا الموجودين ان كان بمراكز الايواء وان كان بالمراكز المخصصه لهم، كيف عم تكون اوضاعهم؟ وهل جميع الاوضاع يعني جيده؟ وصلت لهم كل ما يحتاجوا؟ يعني اليوم اكيد تشكر الدوله السوريه، اليوم كان في تشبيك من جميع الجهات المعنيه لهذا الموضوع. بالتاكيد غرفه العمليات بمحافظه حلب هدفها التحديد هو ايصال المساعدات الاغاثيه والانسانيه للمتضررين هذا الزلزال، وهنا نتحدث عن 25 طائره هي هبطت مطار حلب الدولي في العلامات مساعدات غذائيه وانتهاء الامكانيات والفرش، اضافه ايضا الى عدد كبير من المعلبات الغذائيه التي يعني يمكن ان يعني تؤمن للمتضررين، هذا بالاضافه الى تواجد الجمعيات الاهليه بشكل متواضع اكثر من 280 مركز توزعت عليه نحو 100,000 فرد، موزعين ايضا على حوالي 15,000 عائله. نعم، نتحدث عن رقم هو كبير جدا ومخيف، ولكن طبعا في ظل هذا الظرف الذي يعني مررنا فيه وفي ظل معاناته خلال السنوات الماضيه، يمكن القول بانها يعني نتسابق مع الزمن في عمليه دعم هؤلاء المتضررين وتقديم لهم كل ما يلزم، خصوصا لانه لم كان هنالك يعني عمليه خيريه من قبل اتحاد جمعيات الطيبه بحلب بتقديم مبالغ ماديه لكل المتضررين الذين فقدوا منازلهم بعمليه الايجار المنازل لهم بشكل عام كامل، وهنا نتحدث عن حوالي 1000 عائله سيتم تامين السكن لهم. نعم، تمام، بدنا نتشكرك كثير وليد هنايا مراسلنا من محافظة حلب.
شكرا شكرا لك وليد، وتحياتنا لكل اهالينا بحلب، واكيد بندعي بالصحه والسلامه لكل اهالينا كان بحلب باللاذقيه بجبله بطرطوس وبحماه وبجميع المناطق المنكوبه. شكرا لك وليد، واكيد رح نرجع لعندك في حال حدوث اي جديد. ونحن مكملين بصباحنا لليوم، ورح نرجع لعندك نور كون وكلنا بمراسلنا بحلب، وعم نشوف اليوم نطمن على اهالينا. خلينا نروح فورا لمطبخ ساعد اللي تم انشاؤه بحلب. قبل ما نروح لتفاصيل المطبخ، شو قدمته؟ كان في زيارة مفاجأة للسيد الرئيس بشار الأسد وللسيدة الأولى، يعني أكيد يعني معنويات كتير قوية يعني عطوكم وأثنوا على جهودكم. خبرينا عن هاي الزيارة أكثر، وشفنا صور على السوشيال ميديا لهي الزيارة. كان هذا الشيء كثير يعني شيء كثير مهم بالنسبه لنا، لانه لما تشرفنا بزياره السيد الرئيس والسيده الاولى تم مناقشه كثير امور مهمه. نعم. بما يخص المطبخ، بما يخص مراكز الايواء، عدد الاشخاص المتواجدين بالمراكز. يعني عمليا نحن هلا عندنا شيء 170 تقريبا، نحن عم نحكي عن ارقام تقريبيه يعني، مركز ايواء عدد الاشخاص غير معدود. فاليوم لازم يكون في تنسيق في كثير، ولازم يصير في تسهيلات. فزيارتهم كان كثير دعم لنا كثير كبير، وقدموا تسهيلات رائعه ودعموا مطبخ حلب، لانه هو شيء مهم. هلا نحن باليوم الثاني من الزلزال توجهنا، وقت توجهنا على حلب كنا فورا نحن فعلنا مطبخ حلب، لانه هو مطبخ حلب كان موجود بخس الجوع، فعلنا وعم نتوسع. قريبا رح يكون في مطبخ مركزي ان شاء الله، عم يتم تقديم تقريبا ما بين 3000 ل 6000 مركزي بحلب نور. تمام. 3000 ل 6000 وجبه ساخنه. نحن مسؤولين تقريبا عن 20 مركز ايواء. ف صار في تسهيلات افضل، صار في فكره اوضح، تسهيلات دعم يعني طبعاً. وجودهم اليوم زيارتهم اكيد بتعطي دعم كثير مهم. تواجدهم الدائم بين الناس أكيد. يعني هذا الشيء كثير ايجابي وبيعطي دفع، بيعطي اليوم طاقه. يعني نحن انتم اليوم كنتوا بطاقتكم وبقوتكم، ولكن اكيد اضاف شيء جديد لكم يعني. صحيح نور. يعني خلينا نحكي اكثر عن اهميه العمل التطوعي والتشبيك مع الجمعيات او مؤسسات خيريه اخرى. هلا ما في مجال للشك انه كثير بهذا الوقت العمل التطوعي كثير برز اهميته. بالجمعيه عندكم تشاركتوا مع جمعيات اخرى؟ طبعا. نحن بالاصل كاتحاد الجمعيات، نحن كل الجمعيات عم نتعاون مع بعض ونشبك مع بعض كرمال نقدم الافضل يعني استجابه. واليوم كثير مهم يعرفوا العالم قديش مهم انه نشبك، ونحن عن جد خصوصا بهذا الوضع. طبعا يعني اليوم يعني الكارثة الكبرى، ونحن اليوم بحاجة لأكثر من إيد. حتى يعني لو نقول إيد واحدة، نحن عن جد اليوم بحاجة لنكون إيد واحدة بهذا الظرف. التشبيك كتير مهم وكتير ضروري يعني، وعم يكون التشبيك بكل النواحي، كمتطوعين، كجمعيات، كمحافظات، كله. طيب طالما ذكرتي المتطوعين، اليوم في قسم منكم توجه للمحافظات السورية حلب لادية، وفي قسم اليوم عم بيتابع إن كان إعلاميا وإن كان موضوع تنسيق بدمشق. قد ايه العدد إجمالي اليوم نور اللي بخص جمعية ساعد؟ هلا حاليا ما في، كمان ما في إحصائية لليوم؟ ما في إحصائية. رح أقول لك ليش، لأنه هلا بلا نحن اخترنا لفريق حلب عدد من المتطوعين تقريبا شيء 18 متطوع، في عندهم خبرة بالمطبخ حلب وهالقصص، توجهوا لهنيك مع الأستاذ عصام. نحن هون بمقر الجمعية عم نتعامل أيضا مع المتطوعين بشكل دائم، من حيث أنه نستلم التبرعات، ننسقها، نوضبها ونوجهها لمستودع اتحاد الجمعيات. فعلى طول في متطوعين جدد بتعرفي هلا يعني بالنهاية، يعني احنا بزمن بوقت هلا هذا الوقت كثير ناس بدهم يتطوعوا. فينا نقول انه مو كل المتطوعين عم نقدر ان احنا نشبكهم معنا، طبعا لاسباب انه نحن هلا بحاجه انه متطوع مدرب يكون عنده خبره، بس صار في عندنا داتا افضل.
صار في عنا داتا عن متطوعين وقت اللي رح يكون بحاجتهم دائما رح نتواصل معهم. هلا اهم شيء العمل ضمن الفريق اكثر من كثر عدد المتطوعين، بس نحن صرنا فريقين، يعني بحلب في متطوعين بمطبخ حلب وبمقر الجمعيه في متطوعين عم يستلموا التبرعات ويوجهوها للمستودع بشكل مرتب ومنظم. طبعا وكل اي شيء رح يكون يستجد كاحتياجات لمحافظات اخرى وتشكيل فرق اخرى رح يتم استقبال متطوعين وتشكيل فرق والتوجه. طيب خبرينا اكثر، يعني كنتي عم تحكي حضرتك عن التبرعات اليوم، يعني التبرعات هي كانت من مجتمع محلي ام كان في ايضا تبرعات من المجتمع الدولي او في تضافر بين الجانبين؟ خبرينا اكثر عن اليه ايصال هي التبرعات للاشخاص المتضررين بالمناطق المنكوبه. هلا من ناحيه التبرعات كل الشرائح عم تتبرع من برا ومن داخل سوريا، كل انواع التبرعات ماديه وعينيه بمختلف المقادير والاوصاف يعني. بالاضافه بالنسبه لتوزيع العينات عم يكون بتوجيه من اتحاد الجمعيات بحسب الحاجه، وعم يتم تسليم تبرعات باليد للعائله المتضرره او للاشخاص المتضررين او للمركز المتضرر حسب بقى الحاجه وحسب يعني عم يتم التسليم باليد. طيب نور، طالما نحن اليوم عم نحكي عن تبرعات مجتمع محلي، يمكن اليوم في شيء كان موجود بالحرب على سوريا خلال 12 سنه، ولكن خلال هدول الايام شفناه بطريقه ايجابيه كثير حلوه، شفنا لهفه كثير كبيره، شفنا مبادرات فرديه من اشخاص بغض النظر عن الجمعيات والمؤسسات، يعني كان في جميع الفئات اليوم السورية راحت لتعمل مبادرات، وهذا الشيء أكيد إيجابي بدل يعني عن جد رغم كل شيء صار فينا اليوم كان قلبنا واحد بهي الأزمة. اليوم بدي أسألك عن المغتربين السوريين، هل كان لهم دور بال طبعا نحن شو سمعنا وشفنا، بس عم نحكي بخصوص جمعية ساعد، كان في تواصل من مغتربين سوريين وقدموا هذا الدعم لأهليهم بسوريا، بالنهاية أكيد هذا واجب. طبعا يعني نحن مو بس بالاستجابة هلأ، بشكل دائم بالحملات اللي بنكون فيها بالاستجابات السابقه كل اهالينا المغتربين الاشخاص المغتربين دائما هم الداعمين الاول لهيدا الامور. حلو تمام استمرار. شكرا، بدنا نشكرك كثير نور لكل المعلومات اللي قدمتيها وبنتمنى لكم التوفيق ولكل الجمعيه. شكرا لكم على الاستضافه الحلوه. شكرا نور لحضورك اليوم، بدنا نقول لكم يعطيكم الف عافيه، وتحياتنا للسيد عصام حبال لجمعيه ساعد لكل الصبايا والشباب لكل الجمعيات السوريه. شكرا لك يا نور. شكرا لك. شكرا لك نور.